ديال اليوم في هذه الحلقة غادي نحاولوا نوريكم كيفاش تقادو عن QR كود. QR كود كيكون على هذا الشكل، ممكن تستعملو سواء كريستوران ولا كتعطي لوكاليزاسيون لشي واحد، ولا تحطو في كارت فيزيت، ولا نماذج مختلفة ديال الميني ديال لي ريستوران، الويفيات ديال القهاوي، وزيد وزيد. هاد الكيو ار كود كيتفابور كيتكاد واحد لابليكاسيون اللي كتدخل فيها المعلومات كاملين ديالك اللي بغيتي، ولا ديال الكليون اللي بغيتي تكاد ليه هاد لو كليون، وكيعطيك مجموعة من الأشكال كتكون بحال هكا، كتحكم فيها وكتبدلها، وممكن تزيدها في دي ديزاين عن طريق كانفا. نوريكم على هذا الشكل كما كتشوفوا، ولا هذا الشكل الثاني اللي كديت في كانفا، ولا هذا الشكل اللي ما فيه والو، ولا هذا الموديل ديال المتاجر الالكترونيه، ولا هذا الموديل ديال القهوه اللي كيكون فيه كود ديال الويفي، ولا هذا اللي هو عباره على ميني ديال الريستوران. وكما قلنا يكفي انك تدخل بلاي ستور ولا اب ستور وكتيلي شارجي ان ابليكاسيون، كتكتب كيو ار كود وكتلقى هاد الابليكاسيون ديال مي كيو ار جينيريتد، كتانستاليها كتدخل كتورك على كرييت كيو ار، وكتختار واش لينك واش بي دي اف، واش بغيتي تصيفط لوكاليزاسيون عبارة على كيو ار، واش بغيتي تصيفط الواتساب ديالك عبارة على كود، واش دير كارت فيزيت ولا ايميل ولا قناة يوتيوب ولا سوشيال ميديا ولا نمرة ديال التليفون. كتعمر داك الموديل وكتبقى تبدل فيه. غنعطيو دابا واحد النموذج بهذه الطريقة، ديرو لينك وهادشي غيكون غير باش نجربو. في الاخر كيعطيك دير كوستمايزيشن، تتورك عليها وكيعطيك الاشكال المختلفه باش تكون بحال هكا، تبقى تموديفي فيها بحال دابا هذا، تموديفي فيه ديال الديزاين باش نوريكم، حيت ديجا قديت شي وحدين، وكيعطيك اشكال اللي متنوعه. والحاجه الزوينه في هاد الابليكاسيون انها فابور، كيعطيك اشكال ممكن تختار هاد الشكل هذا، كدير ابلاي و تتورك على الشكل اللي سميتو، ها هو الشكل ديال البيضه وفيها داك الكود اللي ممكن تسكاني وتطيلي شارجيه من هاد الجهه، ولا كتسد ولا كتبدل. هاد الابليكاسيون راه ساهله ما فيهاش تعقيدات، غيعاونك انك تكتب لي كيو ار كود كيما قلت للريستورات ولا للفريلانسر ولا صاحب المحلات ولا صاحب الاوتيلات ولا الناس اللي كتكتب لهم الكارت فيزيت، تهزهم وتزيدهم على الشكل اللي ورينا في الاول. ونتمنى تفيدكم هذه الحلقه، و عندكم شي استفسار ممكن تخليوه في التعليق.